صوت البرلمان العراقي في جلسته الاستثنائية على قرار نيابي بشأن نتائج الانتخابات. تضمن التصويت على قرار نيابي يقضي بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى لثبوت التزوير بالأدلة باستثناء ما يتعلق بكوتا الأقليات في المحافظات المذكورة. كما قرر البرلمان إلزام مفوضية الانتخابات بإجراء العدد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية. بعد إكمال النصاب القانوني المطلوب، نجح البرلمان العراقي بعقد جلسة استثنائية أقر من خلالها إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في دول المهجر والتصويت المشروط لمخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، فضلا عن إعادة فرز الأصوات يدويا بما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية. عقد الجلسة الاستثنائية هي لتوضيح الحقائق، يعني اليوم احنا نبارك للشعب العراقي ونبارك النواب الفائزين بدورة 2018، ومو ضد احنا فوز اي نائب، لكن هناك خروقات وهناك تزوير علينا اثبات هذا الشيء. مراقبون يرون ان شرعية البرلمان ما تزال قائمة وفقا للتوقيتات الدستورية، وأن قراراته ستكون نافذة على الجهات المعنية. البرلمان الحالي لا يزال يتمتع بصفة ممثلية الشعب، وهو يمتلك كافة الآليات القانونية التي تؤهله يعني متابعة ومراقبة المفوضية بما فيها مساءلتها واستجوابها وحتى سحب الثقة عنها. ثم من يرى أن البرلمان وعبر بوابة الدستور له القدرة في اتخاذ قرارات قد تذهب إلى حد إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها وإقالة مفوضية الانتخابات بالكامل. البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 11 لعام 2007 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات له الحق بإقالة مجلس المفوضين مجتمعا ومنفردا إذا وجد مخالفات قانونية. ويأتي هذا الأمر كمحاولة من قبل عدد من النواب تثبيت تجاوزات حدثت في الانتخابات النيابية العراقية. في حال نفاذ قرار البرلمان الذي ينص على إلغاء نتائج الخارج وإعادة العد والفرز يدويا بنسبة 10%، فإن ثمة ملابسات سياسية قد تحدث في البلاد، لا سيما وأن عددا من الفائزين قد يخسرون مقاعدهم لصالح سياسيين آخرين. محمد فاضل الغد، بغداد.